بدنا ناخذ مقادير قلايه السمك بالكزبره الخضراء. نعم. بلزمنا سمك فيليه هامور مقطع قطع صغيره تقريبا للعيار الكمية اللي معنا كيلو خلينا نحكي. نعم. كزبره خضراء مفرومه ناعم يعني ضمه كامله. بصل مفروم ناعم راس كبير. راسين كبار توم مفروم ناعم راسين. لا راس كبير. راس كبير. فلفل حار أخضر ناعم برضو وفلفل حلو أحمر. بلزمنا حبة زيت زيتون نص كاسة عصير ليمون 200 جرام بندورة تشيري توميتوز. بعدين بهارات برضو ملح فلفل أسود ناعم كمون كزبرة بودرة عصفر بودرة وبر. بابريكا. يا. راح نبلش إن شاء الله. راح نبلش. هلا. نبلش بالسمك. سندس العمري. صباح الخير. ما بدنا تبطلي دراستك وتتابعينا. هلا راح نقطع السمك. قطعه صغير لانه سمينا قلايه. قلايه سمك بالكزبره. بس هامور بزبط معه؟ اي نوع سمك بتوفر. اي سمك انت جبت اليوم هامور بس. جبت هامور. اي سمك بزبط فيليه المهم تكون. فيليه بدون حسك لانه قلايه بتاكل خبز. في ربا بدها صوص الحار لسمك الفيليه. صلصه الحاره. سهله جدا. تسوي قلايه بندوره في البيت. قلايه بندوره عاديه. تضيف عليها الفلفل الحار بزياده. تعطيها كمون وعصير ليمون وكزبرة خضراء. كمون عصير ليمون وكزبرة خضراء بس كتري الحر كمان. أيوة تحر صلصة حارة. نفس القلاية بالضبط تضاف عليها كمون عصير ليمون وكزبرة خضراء. كزبرة خضراء. طيب شطة ولا فلفل حار؟ يفضل فلفل حار. يفضل فلفل أخضر حار. مش توباسكو ولا شطة يعني. معنا تليفون دنيا. راح الدنيا. نقليهم السمكات. هل تشوف رحمة فيه؟ قلاية. ما أكيد قلاية. بس قلاية تكون غريبة على الناس. والله؟ ما راح أعمل قلاية زي بتفكرون الناس يعني. الآن. البصل. طبعا أنا بفرم على نفس البورد. إني راح أخلطه مع السمك نية هسه. أوكي. هي جديدة هي. ما فكرتك تقلي البصل قبل. لا يا. خليني أخذ أماني. أماني صباح الخير ديالا. يا أهلا يا أماني. كيفك؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. مساء شو أخبارك؟ مشكور الله تمام. منورة يا ست ديالا. الله يخليك يا أماني. شو أخبارك أمورك؟ قولي لي إلك على السمك؟ إلي على السمك كثير. عمرك سمعتي بقلاية سمك؟ لا. طيب شوفي عشان الطريقة اللي عم بيعملها فيها الشيف فظيعة. عجبتني طريقة الدجاج والله ما عندي فيك. والدجاج هيك كمان طريقة حلوة جديدة. حلو بكرة برمضان نعمل زي هيك على العزايم. بكرة رمضان للعزايم. والله فرجيهم إشي غريب هيك. طيب حلو. هذه أطباق رائعة لرمضان. الله يعافيكي. هلا يا أماني شكرا على اتصالك. والفلفل كمان قطعته وخلطته مع البصل. كله مع البصل. كله. منديره على السمك. على السمك. الآن ثومة. فلفل الحار. شوف قديش صار لك مع مجموعة مع الهوليدي إن. الهوليدي إن صار لي 10 سنين. ما شاء الله. تخصص بالأكل العربي. أكل عربي غربي. عربي غربي. اللي 20 سنة بالفندق. عاتو خبرة ما شاء الله. الحمد لله. طبعاً فلفل الحار حسب الرغبة يعني مش شرط. واضح الرغبة قوية عندك. ممكن واحد بحبش الفلفل الحار ما في مشكلة. اللي بحب الفلفل الحار يزيد. يزيد قد ما بدك. إذا كان عايش في الهند بحب الفلفل الحار. الثومة. طبعاً أهم شيء القلاية تكون حامية. القلاية على النار تكون حامية. بس بدي في ناس عم بيطلبوا نحط رقم البرنامج على الشاشة مشان يقدر يتصلوا معنا. فيا ريت هاي نهاية لبولة على الطلب على السريع. وهي حطينا الرقم وهي الفيسبوك. الفيسبوك هاي عم بتواصلوا معنا ما في مشكلة.
الكزبرة الخضراء قلنا ضمة كبيرة. معنا رائدة من القدس. يا رائدة كيف حالك؟ هلا حبيبتي ديالا، كيفك انت؟ انا منيحة، شو اخبارك؟ الحمد لله اليوم، لكن على فكرة انت فاخر على الاخر. انا فاخر على الاخر؟ لا الوصفة كثير كثير رائعة اليوم. فكرت انت دائما ديالا دائما انت فاخر على الاخر، شو خلي حتى وراكي صاروخ. ما سمعت، عيدي لانه الشيف عم بفرم. انت صاروخ على فكره، دائما عندك ايش روعه. صاروخ يعني ارض جو ولا ارض ارض؟ لا ارض جو. شو ارض ارض؟ الله يخليك يا اسمعي رائده، انت اللي فاخر على الاخر. ها اسمعي حبيبتي، بالنسبه للشيف الحلو فيه وصفات انه في عنده تطور، يعني مش بيخلي مثلا الفريكه الطريقه التقليديه. صح. الحلو انه حاطي شغلات جديده، يعني اليوم طريقته بالفريكه كيف بالدجاج بتخليها بعدين الاطفال مرات كثير لما تحشيها بالدجاج ما باكلها كلها، هيك بتضطر الولد الصغير باكلها وبنفسه بحس انه اخذ وجبه كامله. صحيح. يسلموا ايديك كثير كثير كثير، وشكرا لرؤيا اللي دائما بتعطينا هاي الوصفات الرائعه، دائما نشوفها مميزين. وفي عندي تحيه مميزه جدا جدا لمتابعه لرؤيا اسمها سماح ملط، وفي كثير يعني من المتابعات صرنا على الفيسبوك اصدقاء من تحت لانه ما اظن متابعين لرؤيا، ورؤيا كثير يعني عندك حلقه وصل منكم وإليكم من مكان فضائيات بتلاقيها منكم وإليكم عن طريق الفيسبوك منكم وإليكم، وتحيه كثير 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 لرؤيا وشكرا لك ديالا. شكرا يا رائده، تحيه كبيره لإلك، يعطيك الف عافيه. الان دبينا الخضره كلها، كل شيء حطيته هون، بصل، ثومه، فلفل حار، كزبره، فلفل حلو، فلفل حلو. الان عصير ليمون، عصير ليمون منيح، مقدار كاسة، نص كاسة زيت زيتون أهم شيء. وياه بتغمس هاي خبز قلاية، قلاية جايب معك خبز مرغوص بالقلاية إن شاء الله. الآن فلفل أسود، ملح، كمون، كزبرة خضراء، كزبرة بودرة ناشفة، زيت كزبرة خضراء. ليه حطينا ناشفة؟ كزبرة بتقوي طعم السمك. كزبرة خضراء أهم شيء للسمك، شوية عصفور عشان تغيير اللون، بابريكا. الآن هذا بنعمل كله ميكس مع بعضه. في سؤال، بقدر نحط بقدونس بدل الكزبرة؟ ممكن تقدروا، بس ما بتعطيكم من الطعم. ممكن الكزبرة للسمك في ناس ما بحبوها يعني. لأنه أيوة كزبرة. الكزبرة أساسية مع السمك، أقوى من البقدونس. شايفة صارت زي السرطة وكنية. الناس عم بيعلقوا على طريقتك كيف تقطع هيك تك 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 تك، هذه الحمد لله هذه خبره، يعني خبره 20 سنه يا خليل. هاي مش بيوم وليله، اوعى تقطع اصابعك اذا عملتها. يا ما جرحنا حالنا احنا صغار، بس سريع. الان قلبناهم مع بعض. ممكن ست البيت تعملها صينيه كمان. بدهاش في القلي، نفس هذه تحطها بالصينيه سيلفر وعلى الفرن. طبعا بتجنن كمان. بس احنا يعني اليوم يعني اكثر من البديل في ست البيت. تقدر تجتهد هي. احمد برضو جاوبنا انه بنقدر نستغني عن الكزبره الخضراء ونحط بدالها بقدونس. ممكن الان ننزل السمك عليها يا حبيبي. قد ايه على النار تستوي؟ يعني 10 دقائق كانت النار حامي، تستوي 10 دقائق. السمك بيسكت بسرعة على السريعة. هلا التشيلي توميتو بدي احوسها على النار ستيه. بتقلبها معنا دقيقتين شف، دقيقتين من الزمن لكل الوقت. تخيل لسه ما اشتغلناش. لسه ما اشتغلناش. لا اشتغلنا، هي ريحتها ودبلت. استوت تمام. فوق التشيلي توميتو رشة ملح وفلفل أسود. في جمال بقول بدي أفهم شو مسويين بالأمهات دايما فاتحين على رؤية، مسوين فيهم إنهم بيعملوا لكم أكل زاكي. نعم هذا اللي مسوين فيهم. بس لا استعودت يعني
قليت بندورة قليت بندورة قليت سمك. شوفوا قليت السمك والله روعة، ريحتها ريحتها فظيعة. طبعا الكمون، الكمون مع المأكولات البحرية شيء مش طبيعي، رائع جدا. أتوقع أن السمك جاهز. خمس كوبان السمك. بس لازم تتدبل البندورة. شكرا. حطيت أنا إيش، ملح، ملح وفلفل أسود وزيت زيتون سوتي تذبيل. نسكب السمك في هذا الجار. شغل الديكور يا عيني. قلايت السمك جاهزة، شكلها بشهي. قلايت سمك الكزبرة. أنزل البندورة. نزل البندورة حبة حبة. ديكور بس. حبة حبة. شيف عماد أبو صيام من فندق هوليدي إن عمان، جدا بشكرك على الأفكار الحلوة والأكلات الطيبة. شوف كيف الألوان صارت الآن. الألوان حلوة والطعم مبينة، ريحتها حلوة. قليت سمك بالكزبرة و الثوم. والثوم زائد طابات الدجاج بالبهار. صحتين وعافية. شكرا شيف، شكرا شيف عماد أبو صيام.